هادو كان قريب من مينا رامون، وهاد الشارع كاملو بحال هاد الشكل هذا، الناس كيجلسو فيه الصهد. مراكش باللي كتكون روعة، واحد الجو كيكون فيها زوين. المهم كنبقاو غاديين هاد الطوله هادي كاملها، شارع محمد السادس فيها لي زوتيل دي كافي مول، كاع كلشي فيها هنايا، العاب الدراري الصغار والناس كيرتاحوا هنايا، كيجيو يدوزوا بالعشيه ديالهم هنايا. هاد شارع محمد السادس حتى هو فيه قصر المؤتمرات اللي كينزلوا فيه تيديروا فيه هذاك المهرجان الفيلم، وفيه المسرح الملكي. المهم هادشي كله غتشوفوه في هاد الفيديو، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة في هاد الفيديو. Thank you.
هادو سميتهم بيسيكلات كي كريوهم هنايا يديروا بهم دويره في مراكش كاملو، ماشي مراكش كاملو، من هنا للجامع فينا. ولكن ما عادليش لي بري. المهم هادو كيتشارجاو على حسب شنو بغيتي الساعة، يعني 3 سوايع نهار 3 ايام كيتشارجاو هنايا كيحدو كيضرب بيهم هنايا اللي بغيتي. هنايا لا فونتين ما خدامش شاده كونجي قصر المؤتمرات. حدا هاد لوتيل رياض موغادور منارة كبير، مازال باقي يعني طويل هاد الشارع حتى الاخر. هاد البلاصه هادي غادي نمشيو ديريكت كنلقاو هذاك المسرح الملكي، ومن بعد كنخرجوا على الشارع الكبير اللي حداه لاغار فواياجور، لاغار ديال مراكش ديال تران. هادشي ما كاين، ونتمنى لكم يعني يعجبكم هذا الفيديو، هانتوما معايا حتى الاخر نوريكم شويه لقطات من الشارع محمد السادس. هادي اللي اونفاس معنا هادي لا راديما اللي هي ديال الماء والضو، هادي اللي هنايا اللي اونفاس معنا، وما حنا غنقطعو باقي ما عندناش الحق انو نقطعو. يلا دايرين لا فونتين ولا نافوره شكل ديال هاد الاضواء اللامبات ولا دوك البويلات على شكل نافوره ديال الزين باش نقربو ليها. شوفوها ديالها زوين صراحة. هذاك المسرح الملكي ها هو، يا هاد القبة
فهذه اللي كتشوفوا هذه اللي هنايا هي المسرح الملكي. و فهذيك البلاصه فين كاين المسرح الملكي تما كيتسالى الشارع ديال محمد السادس. هاد البلاصه صافي هذا هو المسرح الملكي صافي. هناك يوقف كيتسالى شارع محمد السادس صافي. هذه هي النهايه ديالو هنايا. في بلاصه واحدة اخرى راه هي تماك. هذه البلاصه هنايا كاين كارد فواياجور كارد ديال القطار محطه القطار مراكش. هادو اوتيلات اوبيرا بلازا. وهذا ما كان. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو دويره في محمد يعني شارع محمد السادس. نتمنى يعجبكم. هذه محطه مراكش محطه القطار. محطة القطار و المسرح الملكي. صافي كنقول لكم شكرا الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم ليا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.